تم الإعلان في دبي عن بدء الجولة العالمية الترويجية للنسخة الأصلية لكأس العالم، والتي ستشمل 51 دولة ومنطقة، من بينها أدول متأهلة إلى مونديال قطر 2022، حيث شهد الحدث حضور نخبة من الرياضيين والمسؤولين في اتحاد كرة القدم الإماراتية ونجوم الكرة السابقين، أبرزهم حارس المنتخب الإسباني وريال مدريد سابقاً إيكر كاسياس، والبرازيلي ريكاردو كاكا، وعدد كبير من عشاق المستديرة. دائماً أي حدث عشان ينجح يكون في دبي، لأن دبي يعني تنجح أي حدث لسمعة دبي ولسمعة الإمارات. فوجود كأس العالم أكيد نحن فخورين أن وجود هذا الكأس العالم في عندنا في الإمارات من ضمن الجولات لكأس العالم، وهذا أيضا دعم كبير جدا لدولة شقيقة مثل شقيقتنا قطر في دعمها لنجاح هذه البطولة. تواجد الكأس الغالية سيمثل فرصة للجماهير لمشاهدة النسخة الأثمن والأبرز في عالم كرة القدم واختبار الألق الحقيقي لكأس العالم وأخذ الصور التذكارية معها. الكأس موجود اليوم يعني أيضا فرصة للاعبين، أن هذا حلم لكل لاعب أن يكون في كأس العالم وأن يوصل للمرحلة هذه. كل الكرة القدم في العالم كلها تبحث في النهاية أنها تكون في هذا المحفل أو تلمس كأس العالم. فإن شاء الله يكون هذا حافز لمنتخبنا لتجاوز المرحلة القادمة أمام أستراليا في الملحق وثم البيرو. فرصة مباراتين علينا نبحث عن فرصتنا ونقاتل من أجل الوصول للدوحة 2022. وستشمل الجولة وللمرة الأولى في تاريخها عدة دول في منطقة الشرق الأوسط مثل عمان والبحرين والكويت ولبنان، كما تزور المملكة العربية السعودية في محطتها قبل الأخيرة قبل أن تحط رحالها في الدولة المضيفة قطر. من هنا ستنطلق أغلى الكؤوس وأجملها لتجوب 7 قارات وتقابل في جولتها جمهورها الشغوف بمتابعتها قبل أن تصل إلى الدوحة للإعلان عن بدء العرس الكروي لمونديال قطر 2022. عبدالله الزعبي، قناة الغد، دبي.